أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: عندي أخت وقد تزوجت لكنها فقيرة، فهل يجوز أن أعطيها من زكاة مالي؟ إذا كانت إنها إن زوجها فقير، لماذا لا تعطي زوجها الذي ينفق عليها؟ تعطي زوجها الذي ينفق عليها لأنه هو المسؤول عنها، وإذا كان فقير. أما إذا كان زوجها غنيا فإنه ينفق عليها، يجبر على الإنفاق عليها، ولا تكون محتاجة حينئذ. نعم.